مباراة جيدة النهاردة، يمكن كانت مباراة تسودها الروح الرياضية كالعادة بين الشعب الإماراتي والشعب المصري وداخل الملعب كمان بين النادي الأهلي والوصل الإماراتي. تقييمك بشكل عام للمباراة سواء أداء النادي الأهلي أو أداء النادي الوصل الإماراتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أقدم شكري واعتزازي للشعب المصري الحبيب على حفاوة الاستقبال. يمكن حصلنا الاستقبال، حسينا بالحفاوة من المطار إلى الملعب، وإن شاء الله وإحنا سارين المطار. ثانيا كابتن سيد، كل عام وانت بخير. طبعا البارحه كنت اتابع البرنامج، وان شاء الله عقبال مليون سنه. الشيء الثالث، المباراه هذه مثل اي مباراه، احنا دخلنا بطموح ومعطيات، فريق الاهلي دخل ايضا بطموح ومعطيات. احنا خذينا الانباه من المباراه، واكيد فريق الاهلي استفاد من المباراه. فريق الاهلي فريق عزيز على قلوبنا، ان شاء الله الله يوفقه في المباراه القادمه، ونشوف ان شاء الله في الامارات كاس العالم للانديه. ان شاء الله يكون تركيزهم على المباراه القادمه، هاي المباراه من الماضي، نركز على المباراه القادمه ان شاء الله، الله يوفقكم فالكم ان شاء الله الكاس، ومرحبا بكم في الامارات ان شاء الله. شوف فرص للنادي الاهلي في الحصول على البطوله التاسعه ووصوله للمباراه النهائيه، وممكن المباراه تكون قويه جدا بين النادي الاهلي والترجي التونسي، اتكررت اكثر من مره لكن ليها ظروف مختلفه على ما اعتقد المره دي يا كابتن حسن. فريق الاهلي فريق كبير ويحمل قاعده جماهيريه كبيره، وما شاء الله محللين متابعين كثار له، متعود على الضغوطات، متعود على المباريات هذه، ان شاء الله الله يوفقه ويفالهم البطوله ان شاء الله. الامارات ومصر شعب واحد، قلب واحد، احنا معاكم قلبا وقالبا ان شاء الله. بس لما بتدخلون الملعب كخصوم، خصوم 90 دقيقه احنا نكون خصوم، بعد المباراه احنا حبايب واخوان ان شاء الله. كابتن زهير كل عام وانت بخير. الله يجزيك خير. شكرا. بنشكر اكيد كابتن حسن العبدولي المدرب او المدير الفني طبعا المؤقت لفريق نادي الوصل الاماراتي. زي ما سمعت طبعا يا كابتن سيد تصريحات الكابتن محمد يوسف، وتاكيدا لكلامك كمان يا كابتن سيد على ان نغمه رادس وملعب رادس والامور دي يمكن بعيده شويه خالص عن فريق النادي الاهلي، الظروف مختلفه والمباراه مختلفه، حضور الجمهور هيكون مختلف بشكل كبير جدا في مباراه رادس. بنتمنى ان شاء الله جمهورنا جمهور النادي الاهلي يملا المدرجات كعاده جمهور النادي الاهلي، السند الحقيقي والدعم الحقيقي للنادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. عايز اكد معاك كمان سريعا يا كابتن سيد تصريحات سريعه المستر باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي، قال شن يتحمل ولم يتحمل الاهداف، الاهداف تحمل الفريق بالكامل. قال كمان يمكن الناس سالته، قالت له انت شاركت عدد كبير من اللاعبين الاساسيين في هذه المباراه، قال لابد يكون في لعيبه متواجده، انا خدت بطوله قبل كده بطوله افريقيا وشاركت في كاس العالم للانديه وعارف يعني ايه اللعيب يكون مركز. لكن اللي انا قلته قبل كده مع الكابتن محمد يوسف ان اللعيبه يمكن دماغها راحت شويه لمباراه الترجي التونسي النهارده، مشتتين شويه لعيبه النادي الاهلي، لكن نقدر نقول التعادل نتيجه طيبه حتى هذه اللحظه. ان شاء الله مباراه العوده في الوصل باذن الله النادي الاهلي كالعاده زي مباراه النجم يقدر ان هو يحقق نتيجه كبيره جدا ان شاء الله يستمر فيها في البطوله العربيه. لكن يا كابتن سيد هدفنا الاهم والاقوى ان شاء الله هي البطوله الافريقيه، حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله البطوله التاسعه تكون من نصيب النادي الاهلي. بكده يكون اخر لقاء لينا هنا من استاد برج العرب ان شاء الله باذن الله، على امل باذن الله في لقاء في المباراه القادمه مباراه 2 نوفمبر الاهلي والترجي التونسي.